مرحبا، اهلا وسهلا. شنو اسمك؟ اسمي آرام. اهلا وسهلا. انت حضرتك؟ سين. سين، اهلا وسهلا. احنا وياكم معرض الكرة العراقية المصور، وعندنا اسئلة راح نسألك وياها. اوكي، السؤال يقول: ما هو اكبر فوز حققه المنتخب العراقي في مباراة دولية وضد اي فريق؟ مباراة كأس آسيا، أعتقد 2000 كأس آسيا أكبر ما كأس الخليج. أكبر أكبر فوز حققه كأس العالم العراقي. مرة واحدة خذوه. لا، ما 2003، لا 1956 أعتقد، أو 58. ما في، ما في قريب عليه. وأنت شو تقول؟ اتوقع 2007. لا، هاي 2007 كاس اسيا. يعني اعرف وين، زين ماكو خيارات. لا، ماكو خيارات. شوية مساعدة، كان اعرف مساعدة. مصور ننطي مساعدة. اوكي، فاز على اثيوبيا. زين، اوكي، ايش قد النتيجة كانت؟ يعني كان فقط فوز كلش قوي يعني بوقتها. اعتقد 7. لا، هو 3 أعتقد، 3-0 أو 3-1 كانت. هل اتغششتكم يعني؟ أنا اتغششتكم. إي بس أنا وين أعرف كل شيء النتيجة؟ أنا صار له هواني. 6. لا لا، ثلاثة. تظل أنت تقول الأرقام كلها. بماذا يلقب المنتخب الإيطالي؟ المنتخب الإيطالي؟ هذا آخر سؤال راح أسألكم إياه، بعد ما أقدر أسألكم. ماكو خيارات. ماذا يلقب؟ ريال. لا لا، منتخب الإيطالي. قلت له نغسي. لا، بعد ما اقدر اكثر من هيك. بماذا يلقب المنتخب الإيطالي؟ طليان. طليان. اي والله اكيد. بلد شارك في 3 نهائيات لكأس العالم لكنه لم يفز ابدا بالمنافسة. برازيل. انجلترا. هولندا. صحيح. طبعا فازوا، يعني جائزة مقدمة من سن اند ساندي سبورت. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، وعاشت ايدك على هذا الجواب، وشكرا لحضرتك. اي رياضة تعرف بانها رياضة الملوك؟ كرة القدم. هو مو المفروض كرة القدم. لا، هي رياضة يعني رياضة قديمة كلش، يعني رياضة عريقة. طاولي؟ بعد اسمها رياضة الملوك. طاولي؟ نعم. اي، غير السؤال. اوكي، هنغير لها السؤال. كان هناك بطولتان لكأس العالم، ما اسم البطولة الأولى؟ البطولة الأولى لكأس العالم؟ ما قلت لك ما اريد تتكسر. كأس آسيا. لا، غلط. والله صغير ويتيم اصلا. وياك معرض الكرة العراقية المصور، وعندنا سؤال راح نسألك اياه، تمام؟ ان شاء الله سؤال سهل. ان شاء الله. يا الله. السؤال يقول: ما هو أكبر فوز حققه المنتخب العراقي في مباراة دولية ضد أي فريق؟ أكبر فوز حققناه أعتقد 3. أكبر فوز عندنا، ما بس انا لا اتذكر، 3 حققنا اكبر فوز، 3 لو 4. لا يعني هي سنه قديمه، مو هسه. لا تشا وين؟ لا تشا ما. ما هو اكبر فوز حققه المنتخب العراقي في مباراه دوليه ضد اي فريق؟ كاس اسيا. يعني أكبر فوز حققه المنتخب العراقي. على الأرجنتين فاز. لا. زين، راح أسألكم سؤال ثاني. من هو اللاعب العراقي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج سنة 1988؟ أنس محمود. لا، 1988. أحمد رام. لا. أحمد راضي. مو أحمد راضي. 88. 88 وفزنا بكأس الخليج اعتقد. 88. اي، كأس الخليج. اي، هو كان احمد راضي، عدنان درجال، كان كانوا مخضرمين.
بعد يا هو واحد منهم رابش نيشن رابش نيشن لا مو رابش نيشن سين هو ها سين سعيد لا بلد شارك في 3 نهائيات لكأس العالم لكنه لم يفز أبدا بمنافسة الكويت لا مو قلت تريد أشارك أريد أشارك ما هو أكبر فوز حققه المنتخب العراقي في مباراة دولية ضد أي فريق؟ كأس آسيا على السعودية لا كأس آسيا لا لا أكبر فوز حققه المنتخب العراقي خليجي خليجي لا لا مو خليجي ولا يونس محمود ولا يونس محمود مباراة دولية ضد أي فريق؟ زين راح أغششكم شوي العراق فاز بوقتها على اثيوبيا زين النتيجه ايش قد على اليمن على اثيوبيا 2-1 لا اكبر فوز يعني جاي أكبر. يعني 7-0 اتوقع لا هو 5-0 بس رقم اعلى 9-0 لا هاي ولا هاي زين راح اسالكم سؤال ثاني تمام من هو اللاعب العراقي الذي حصل على لقب افضل لاعب في بطوله كاس الخليج سنه 1988 عدنان درجال لا يا سيدي صعبة والله صح صح علي جابر هم قالوا هم جابوا لا ما يصير هدية لهم لا قلت لازم تعال ممكن اي انت تعال شنو اسم حضرتك؟ قاسم اهلا وسهلا شنو كان جوابك؟ حبيب جعفر كان جوابه على من هو اللاعب العراقي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج سنة 1988 قال حبيب جعفر طبعا صحيح الجواب وراح نقدم لك هسه هدية طبعا هاي الهدية مقدمة من سلان ساند سبورت العراقية وعاشت إيدك وشكرا إليك طبعا أنت أطول من أسا قاعد بالي هيك شي يقول أي رياضة تعرف بأنها رياضة الملوك رياضة الملوك رياضة قديمة كلش قديمة هي الرياضة ومرة صار فيلم وشفناها بي بحيث يعني احنا تعجبنا من شفنا الفيلم هاتش الرياضة بي القديمة كلش كرة القدم ها؟ لا أقدم أقدم يعني من كرة القدم يعني مصارعة عشية كان هناك بطولتان الكأس العالم ما اسم البطولة الأولى؟ كأس العالم ايه للأندية لا يعني هو نفسه كأس العالم بس كان غير اسم غير ايه. كان هناك بطولتان كأس العالم ما اسم البطولة الأولى صعب لا سهل مرحبا اهلا وسهلا حياك الله شنو اسم حضرتك مرتضى جاسي اهلا وسهلا طبعا وياك معنا ذكرى عراقية المصور وراح اسالك سؤال تمام تابع اوكي السؤال يقول اي رياضة تعرف بانها رياضة الملوك اي رياضة تعرف بانها رياضة الملوك السؤال سهل يعني هي رياضة قديمة يعني عريقة قديمة كلش تاريخية يعني شنو رياضة الملك سباق الخيل يعني؟ لا زين راح اسألك سؤال ثاني تمام؟ بماذا يلقب المنتخب الإيطالي؟ طليان اوكي شكرا لك شكرا أي رياضة تعرف بأنها رياضة الملوك؟ شطرنج لا راح اسألكم سؤال ثاني كانت هناك بطولتان الكأس العالم ما اسم البطولة الأولى؟ اسم البطولة أو البلد؟ لا البطولة الأولى. اسم البطولة؟ البطولة الأولى إيه. بطولة كأس العالم. لا. كانت هناك بطولتان كأس العالم ما اسم البطولة الأولى؟ بطولتان كأس العالم يعني أول بطولتان. إيه. ما أعرفه. أعتقد اسمها كأس النصر أكويت صحيح صحيح طبعا ألف مبروك وفزتوا ويانا بهدية مقدمة من سان أند ساند سبورت شكرا جزيلا ما أتقصر أهلا وسهلا
هاي الهدية مقدمة إليك من سان أند سان سبورت. شكرا جزيلا. وألف مبروك. أشكركم. شكرا لكم. ما هو أكبر فوز حققه المنتخب العراقي في مباراة دولية ضد أي فريق؟ أعتقد يعني أكبر فوز حققه المنتخب هي ويا أثيوبيا على ما أعتقد. أي صحيح. يعني إيش قد كانت النتيجة؟ 13-0. صحيح. ألف مبروك. شفتها أعتقد قبل فترة باليوتيوب طلعتها. إيه. ويا أثيوبيا. سنة 1992 تقريبا هيك. شنو هاي؟ تعرف اللي أجوبه كلها؟ هذا شنو مغششته؟ لا والله ما حكيت أمانة. طبعا عاشت إيدك. وهسه راح نقدم لك هدية. طبعا هاي هدية مقدمة من سان أند سان سبورتس العراقية. شكرا لكم راح نطلع على وادي. شكرا لك. بس أنا مشكلة قدام الكاميرا أقول عليك. ما هو أكبر فوز حققه المنتخب العراقي في مباراة دولية ضد أي فريق؟ شوف راح اغششك. كانت النتيجة 0-13. تمام؟ نيبال؟ لا. غير سؤال؟ انا غششتك ما اقدر انطق غير سؤال. تايلاند؟ لا. السؤال يقول ما هو أكبر فوز حققه المنتخب العراقي في مباراة دولية وضد أي فريق؟ والله أتوقع أولمبياد موسكو. لا ما راح اغششك. العراق فاز بوقتها على اثيوبيا بس النتيجه ايش قد؟ 8. لا زين راح اسالك سؤال ثاني. اي رياضه تعرف بانها رياضه الملوك؟ الشطرنج. لا مو الشطرنج. رياضه عريقه قديمه يعني هي كانت وتسمى رياضه الملوك. كان الملوك يلعبوها. ما اي رياضه تعرف بانها رياضه الملوك؟ رياضة الملوك. رياضة الملوك البولة. صحيح. زين شلون هي تكون هاي الرياضة؟ شلون طريقة؟ ينصبون الطوبة. ايه. ومسافة وفتحة يعني. ايه. لازم يضرب الطوبة توصلها. شلون يضرب؟ مسافة بعيدة. طبعا فزتوا يعني. هاي الهدية مقدمة من سان أند سان سبورت العراقية وألف مبروك إليك. شكرا جزيلا لكم والمعرض الكروي وعلى هاي المبادرات الحلوة. شكرا جزيلا.